Muhterem cemaat, musallada yatan mentali nasıl bilirdiniz? Allah rahmet eylesin. Nasıl bilirdiniz? Allah rahmet eylesin. Nasıl bilirdiniz? Allah rahmet eylesin. Ahirete mütalif olan haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Rabbim hüsnü şehadetinizi kabul eylesin. Amin. Cenazen olsun güzel senin inşallah. Bekle bekle dur. Bekle dur. Tamam yürü. Yürü yürü yürü. Tamam yürü. Tamam mı? Tamam yürü. Yeah.
Yavaş takma. Hoş bulduk İsmail abi. Thank you.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم.
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، ومن النار سترا وحجابا، وفي الجنة رفيقا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. Okuduğumuz hatmi şerifleri, okunan suri celileleri, salavat-ı şerifeleri, ihlas-ı şerifeleri, yapılan, onun niyetine okunan bütün suri celileleri dergahında en güzeliyle kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvelen bizzat Fahri Kainat Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz pak ruhu şerifine hediye eyledik, sen haberdar eyle ya Rabbi. Peygamberlerin, sahabe-i kiramın, tabi'in, tebe-i tabi'in, aşire-i mübeşşerin, ezvac-ı tahiratın da ruhlarına hediyeledik. Sen haberdar eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, hasıl olan sevabı burada duamıza amin diyen ve bu kabristanda ve civar kabristanda yatan bil cümle geçmişlerimizin ruhuna da hediyeledik. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Okunan suri-i celilerden hasıl olan sevabı bilhassa az önce huzuruna tevdi eylediğimiz Mehmet amcanın da ruhuna hediye ediyoruz. Sen sevaplarını ulaştır ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerim hürmetine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, merhumun günahlarını affeyle, taksiratını affeyle, seyyiatını hasenate tebdil eyle, makamını âli, mekanını cennet eyle, rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, merhumun kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle, cehennem çukurlarından bir çukur eyleme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, kabrinde sorgu sual meleklerinin sorularına en güzel ve mükni bir şekilde cevap verebilmesini sen ona nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizler de imtihan dünyasında senin rızana muvafık bir hayat yaşayabilmeyi nasip eyle. Sırat-ı müstakim üzere ayaklarımızı sabit kıl ya Rabbel Alemin. Geçmişlerimizin ruhu için, bilhassa merhumun ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Allah Thank you.
gidin bak. Şoför. Serhat senin bir adaşın var mı? Kendine faydası yok. Ne yazık ki onlar bunlar, onlar hiç bir şey bunlar ya. Niye? Sonra derseniz köye çıkalım. Yok. Yoksa ben de bizi çıkalım. Çekmedi ki. Ali niye diyor? Bir resimler atar, video anca gece falan yüklenir. Tekrar başına sağ olsun. Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ondan sonra iki sekten ondan buraya mı vardı? Ali abi hoş geldin. Abi nasıl? Ferhat.